الله نكونوا ونسينكم مازلنا متواصلين معكم حتى نص النهار. وكما كل نهار اثنين كلامي باش يكون من القلب. كلام من القلب. كلام الناس، تخمام الناس، كذب الناس، كلام الناس اللي لا يسلم منه لا فقير ولا غني، كلام الناس اللي لا يعرف مريض ولا صحيح، كلام الناس اللي ما تفهمش قوله من آخره، كلام وكلام وفي الآخر يقعد كلام. كلام صحيح يوجع، وكيف تعرف كيفاش تاخذه تنجم تصنع منه قوة هد الجبال. خاطر تأكد أنه كيف يحكيه في ظهرك هذا يعني حاجة برك، اللي أنت في المقدمة، اللي أنت وصلت للي ما نجموش يوصلوله. إذا كان همك الناس، فالناس باش يقعدوا طول عمرهم يتكلموا ويتكلموا على اللي أحسن منك وعلى اللي أقل منك، لكن كل شيء بيدك أنت. أنت بيدك تعدي وتعمل روحك ما سمعتش، وأنت زادة بيدك تتأثر وتمرض وتنهار. لا الطويلة سلمت ولا القصيرة سلمت، لا المعرسة سلمت ولا المطلقة سلمت، لا الكبير سلم ولا الصغير سلم. تعرف وقتاش يقف كلام الناس عليك وما عاد يجبدك حد؟ وقت اللي يقولوا الله يرحمه فلان كان ناس طيبة. أقنع روحك إنه اللي كاتبه ربي باش يصير، وراهو كلام الناس عمره ما يغير القدر. كان ربي قدر لك باش تنجح تنجح، كان ربي قدر لك العكس الناس مش باش يغنيوك. كون قوي وما يضرك شيء. عمرك ما تقول اللي صار لي ما صار لحد، وإلا اللي تعديت به أنا حتى حد ما تعدى به. لا كلام غلط، الناس الكل قاسات والناس الكل تعديت بظروف يعلم بها كان ربي. كون قدوة لروحك، وإلا حط بين عينيك عبد كان هو قدوة لروحه، وقدم وطيش كلام الناس وراه وخليه هو قدوتك وتبعه. صحيح كلام الناس يوجع، أما أنت تنجم توجعهم أكثر كيف تهمل كلامهم وما تحسوش. خليهم يعرفوا اللي ما عندهم وين يوصلوا معاك، اللي أنت صعيب تطيح وتتهد، اللي أنت أقوى بارشة منهم ومن كلامهم. وكما قال الرسوف، كلام الناس لا بيقدم ولا يأخر.